وهل تحريم الرجل لزوجته يعتبر طلاقا؟ رأى العلماء في تحريم الزوج زوجته على نفسه عدة آراء بلغت 20، ولكن أصول هذه الآراء هي أنه لغو لا شيء فيه، أو طلاق، أو ظهار، أو يمين كالحلف بالله، أو لفظ صالح لكل ما ذكر، أو بحسب النية، أو التحريم فقط، أو الوقف. وفي القول بأنه طلاق مذاهب، فقيل يقع به طلقة واحدة رجعية، وقيل طلقة واحدة بائنة، وقيل 3 طلقات في المدخول بها، وقيل كناية عن الطلاق وليس صريحا، فإن نواه فهو طلاق. ولعل من المختار أن يكون كناية إن قصد الطلاق وقع، وإن قصد تحريم المعاشرة مثلا فلا يقع. والله أعلم.